السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، درسنا لليوم الجزء الثاني من درس القطوع المكافئة، وهو من مقرر 263 للمستوى الثاني الفيز وريض. نلاحظ أهداف الدرس لليوم. هدفنا الأول أن نكتب معادلة القطع المكافئ، أما الهدف الثاني فسيكون أن نكتب معادلة القطع المكافئ من مواقف حياتية. السؤال الأول من الهدف الأول: أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه 0 و 1 ومعادلة دليلة y تساوي 3، ثم مثل المعادلة بيانيا. نلاحظ أن ال h تساوي 0 وال k تساوي 1، ولدينا معادلة الدليل اللي 3. احنا نعرف أن معادلة الدليل أساسا لما تكون y، إذا y تساوي k ناقص 1 على 4a. إذا بعوض بالمعطيات اللي عندي إياها بالواي وبالكي، بتصير المعادلة 3 تساوي 1 ناقص 1 على 4a. نلاحظ أن 1 على 4a بالسالب، فأنا بسويها بالموجب، بنقلها لطرف الثلاثة والثلاثة بنقلها إلى الواحد، بتصير عندنا 1 على 4a تساوي 1 ناقص 3. 1 ناقص 3 بسالب 2. بعد أنا أبى أسوي شيء، أخلي الأربعة A في البسط فببدل الأماكن، فبصير عندي المعادلة 4A تساوي 1 على سالب 2. الآن نقسم جميع الأطراف على 4 علشان نتخلص من الأربعة الموجودة أمام الA، فتصبح الA تساوي سالب 1 على 8. الآن بما أن معادلة الدليل Y، إذا الصورة القياسية للمعادلة عندي بتكون Y تساوي A قوس x ناقص ال h لكل تربيع زائد ال k. نعوض بال a، نعوض بال h، ونعوض بال k، فتصبح المعادلة y تساوي سالب 1 على 8 قوس x ناقص الصفر لكل تربيع زائد الواحد. x ناقص الصفر ب x، فبصير المعادلة بعد التبسيط y تساوي سالب 1 على 8 x تربيع زائد الواحد. الآن نريد أن نمثل الدالة، نضع في البداية الرأس، ثم معادلة محور التماثل، ثم نضع الدليل y تساوي 3، نضع البؤرة، ثم الطول البؤري، ثم نرسم. طبعا هاي عرفناه في الدرس السابق. ننتقل إلى السؤال التالي الذي يقول: أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه سالب 2 و4، معادلة دليلة x تساوي سالب الواحد. نبدأ بالرأس، إذا ال h تساوي سالب 2 وال k تساوي 4. بما أن معادلة الدليل عندي x تساوي سالب الواحد، إذا ستكون المعادلة الدليل x تساوي h ناقص 1 على 4a. بعدها راح نعوض بالمعطيات اللي عندنا، فبنعوض بسالب الواحد بنعوض بال h. لاحظ أن الواحد على 4a بالسالب، بنسوي نفس اللي سويناه في المثال السابق، بننقلها للطرف الثاني، بننقل سالب الواحد حق سالب 2، تصبح المعادلة 1 على 4a تساوي سالب 2 زائد الواحد. احنا نعرف ان سالب 2 زائد الواحد سالب الواحد، بعد نبي نغير الاماكن ونخلي ال 4a في البسط، فبصير ال 4a تساوي 1 على سالب الواحد. اذا بعد لدينا خطوة اخيرة، عندنا الأربعة أمام الـ A، فبنقسم الطرفين على 4، فالـ A بتساوي سالب 1 على 4. ننتقل الآن إلى كتابة المعادلة. بما أن الدليل X، إذا معادلتي بتكون X تساوي A قوس Y ناقص الـ K لكل تربيع زائد الـ H. نعوض بالأشياء اللي عندنا الـ A والـ H والـ K، بتصير المعادلة X تساوي سالب 1 على 4 قوس y ناقص الأربعة لكل تربيع زائد سالب 2. نبسط إذا في تبسيط، نلاحظ أن عندنا موجب وسالب، بنخليه بالسالب. إذا ال x تساوي سالب 1 على 4 قوس y ناقص الأربعة لكل تربيع ناقص 2. ننتقل الآن إلى المثال الثالث الذي يقول: أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه سالب الواحد وسالب الخمسة والبؤرة سالب الخمسة وسالب الخمسة. أول شيء، لأن عندنا h فهي سالب الواحد والk تساوي سالب الخمسة، نرى البؤرة،
في السابق كان عندنا الدليل، لكن الحين عندنا البؤرة، نبي نشوف شلون بنستخدم البؤرة في سؤالنا. فبنقول البؤرة هي نفسها H زائد 1 على 4 A و K. ليش اخترت ذي البؤرة؟ لأن الكي لأن قيمة الكي هي نفسها الكي في الرأس، أوكي، فمتساوية. بننتقل للسؤال، بنقول سالب الخمسة تساوي سالب الواحد زائد واحد على أربعة A، وبما أن الواحد على أربعة A بالموجب، إذا بنقل العدد اللي هو سالب الواحد للطرف الثاني بيصير موجب الواحد. إذا واحد على أربعة A تساوي سالب الخمسة زائد الواحد وهي سالب الأربعة. أربعة A بنخليها في البسط فبنعكس، فصير الأربعة A تساوي واحد على سالب الأربعة، نقسم الطرفين على أربعة بصير الـ A تساوي سالب واحد على 16. الآن ننتقل إلى المعادلة. بما أن الـ K هي اللي هو الـ Y هي اللي كانت عندنا ثابتة، فبنقول X تساوي A قوس Y ناقص الـ K لكل تربيع زائد الـ H. أرد أؤكد، لما عندنا الـ K مع الـ K في البؤرة مع الـ K في الرأس هما اللي متساوي، قيمة الـ Y متساوية، إذن الصورة القياسية اللي بستخدمها هي الـ X. فبنعوض، بنعوض بالـ A اللي عندنا إياها، بنعوض بالـ H، بنعوض بالـ K. نلاحظ الآن أن لدينا طرح وسالب، فنخليه بالموجب. بنقول بعد التبسيط X تساوي سالب 1 على 16 قوس Y زائد 5 لكل تربيع سالب 1. ننتقل الآن إلى السؤال التالي الذي يقول أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه 0 و1 والبؤرة 0 و4. أول شيء بناخذ الرأس، بنقول إن الـ H عندنا بصفر والـ K تساوي 1. نلاحظ أن قيمة الـ X في البؤرة مع قيمة الـ X في الرأس متساوية، إذن راح تكون عندنا البؤرة H مع K زائد 1 على 4 A. إذن الأربعة تساوي 1 زائد 1 على 4 A. راح أخلي الواحد على 4 في نفس الطرف وانقل الواحد للطرف الثاني بالإشارة المعاكسة، فبتصبح عندنا 1 على 4 A تساوي 4 ناقص الواحد وهي 3. بعدين راح أبدل مع الأربعة A، فبصير الأربعة A تساوي 1 على 3، بقسم الطرفين على 4 علشان تصير الA بروحها، بصير الA تساوي 1 على 12. بما أن قلنا أن قيم الX هي اللي متساوية، إذن المعادلة في الصورة عندي الصورة القياسية بتكون Y تساوي A قوس X ناقص الH لكل تربيع زائد الK. بنعوض بالA بالH بالK، ونلاحظ أن لأن الH بصفر نحتاج تبسيط، تصبح المعادلة 1 على 12 X تربيع زائد الواحد. الآن ننتقل إلى الهدف الثاني، أن نكتب معادلة القطع المكافئ من مواقف حياتية. وسؤالنا يقول أوجد معادلة لمرآة قطع مكافئ تقع بؤرتها أعلى رأس القطع بمقدار 4.5 فوت، علما بأن طول الوتر البؤري 18 وأن البؤرة هي نقطة الأصل. بما أن البؤرة نقطة الأصل فهي أساسا بتكون 0 و0. البؤرة أعلى رأس القطع، إذا رأس القطع في الأسفل، فبيكون ينتقل إلى الأسفل بينتقل للسالب. إذا بقول أن رأس القطع المكافئ عندنا الـ H تساوي 0، الـ K تساوي سالب 4.5. بعد قول لي معلومة أن طول الوتر البؤري 18، إذا A تساوي 1 على 18، وطبعا بنسوي العمليات بنحصل الـ A تساوي 1 على 18. نكتب المعادلة، فبتكون Y تساوي، لأن قيمة الـ X متساوية، إذا معادلتي Y تساوي A قوس X ناقص الـ H لكل تربيع زائد 6. نعوض بالـ A بالـ H بالـ K. لاحظ أن المعادلة تحتاج تبسيط، فبتصير معادلتي في النهاية Y تساوي 1 على 18 X تربيع ناقص 4.5. شكرا لحسن استماعكم، ونرجو لكم النجاح والتوفيق.